أحسن الله عليكم، وتقول ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ تقول السائلة ما حكم وضع المصحف على الأرض، لأننا نرى بعض الأخوات في حلقات التحفيظ تضعن المصحف بجانبهن أو أمامهن على الأرض. إذا كان المصحف يوضع على فراش سجادة أو فراش لا بأس لذلك، أما إذا وضع على التراب على الأرض يعني على التراب فهذا لا ينبغي، لأن المصحف يجل ويعظم يرفع عن الأرض. أما إذا كان القصد في الأرض أنها تضعه على الفراش الذي تصلي عليه أو هي جالسة عليه فلا مانع من ذلك. نعم.